تقريبا كلهم طلعوا زي الشعرة من العجين، واللي وقع فيها موظف درجة خمسة. المسكين طلعوا هو اللي مصور الفواتير وماضي اذونات الصرف وعامل البلاوي دي كلها بعيد عنه. تبقى السريه للمدير كل يروح فيها الغفير. ايه ده؟ انتوا قاعدين تتكلموا عن اللي بيحصل هناك وناسين اللي بيحصل لنا هنا. ايه؟ في اخبار جديده؟ المدير الجديد بتاعنا نازل تحقيقات على ودنه، والظاهر الموضوع واقع فيه موظفين كتير من بتوع المدير اللي فات. انا سمعت كمان ان المدير بتاعنا ناوي يبلغ النيابه. فعلا، بس الظاهر مستني لما يحط ايده على كل التفاصيل علشان يعرف يلبس اخواننا اياهو. التهمة مظبوط. بس تفتكر هيقدر عليهم؟ هيقدر عليهم يعني ايه؟ يعني ما تنساش برضو ان الموظفين اياهم دول مش لوحدهم في العملية، وفي وراهم ناس جامدة تسندهم وتحميهم. بس الناس دول يحموهم ازاي لما التهمة تلبسه؟ ومين قالك انها هتلبسه؟ ما يمكن العملية تتطرمخ في السكة وكل حاجة تتغطى تمام وينكفي على الخبر مجهول. يعني تفتكر المدير الجديد يعمل كده؟ وليه لا؟ هو هيزيد ايه يعني عن اللي قبله واللي قبل قبله؟ ما كلهم في الهوا سوا، وكلها كم يوم يبقى زيه زي غيره وياكل معاهم من نفس الطبق. يا فتاح يا عليم، جرايه اخوانا ما نفضها سيره بقى، وكل واحد يخليه في حاله. الله، مالك يا عم كمال؟ هو في حد يكلمك؟ يا جماعه الكلام بيتمطور، مفيش داعي نحط نفسنا في مسؤوليه، احنا مالنا؟ يتمطور ده ايه؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده كل موظفين البنك عارفينه، ومكتوب في الجرايد كمان. يا عم خلي اللي يقول يقول، مالناش احنا دعوه. مالناش دعوه، مالناش دعوه. انت ما عندكش غير الكلمه دي؟ ايه؟ عمرك ما تقول رايي في اي حاجه. انا اقول رايي في الحاجه اللي تخصنا وبس، اللي مليش فيه ما اتكلمش فيه. مالنا احنا المدير ده عمل ولا المدير ده سوا؟ ده سمك كبير بيلعب مع بعضه، السمك الصغير اللي زينا لو دخل وسطهم يتاكل. على رايك وابعد عن الشر وغنيله. صح، ومن خاف سلم. مظبوط، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. تمام، وهنيئا لك يا فاعل الخير والثواب، وحسنة قليلة تمنع بلاوي كتير. واخدينها تهريج وهزار انت. معلش، مش هتحس بقيمة اللي بقوله ده غير لما حد فيك يقع في حاجة من دول ويتقرص. ايوه يا فندم، ارش دي مع حضرتك. الله يخليك. أهلا يا جماعة. ازيك يا جماعة؟ هو في حاجة على الرشدة دي؟ لا لا ادخلي. أيوه طيب كويس كويس، مع السلامة. أيوه تعالى يا كماشة. إيه الأوراق يا فندم اللي سعادتك كنت طلبتها؟ أيوه دري، انت هتصوري كل الاوراق دي؟ امال ايه؟ لا لا لا، احنا بنصور الاوراق المهمه بس. اسمعي، روحي انت خلصي الجوابات وخلي رشدي بيمشي عليها قبل ما يمشي، وانا هصور المساندات. انا مبسوط من همتك ونشاطك في الشغل. متشكر قوي، بس عايزك تشد حيلك معانا على طول. ها، أنا اعتمادي هنا في البنك عليك وعلى أمثالك من الموظفين النضاف. أنا تحت أمرك يا رشدي بيه. أنت طبعًا فاهم أنا أقصد إيه؟ أيوه. لخبطة اللي كانت حاصلة هنا في البنك أنا فاهمها كويس، وعارف مين اللي كانوا بيلعبوا الألاعيب إياها، وهعرف إزاي أحاسبهم. ربنا معاك يا فندم. مع السلامة يا كمال. الله يسلمك يا رشدي بيه. يا رشدي بيه، انا واسطة خير، رسول ومعلى الرسول الا تبليغ الكلام. بس انا ما عنديش اي استعداد ان اسمع كلام بالشكل ده. يا رشدي بيه بردوم، اسمح لي، الشكل اللي بتكلم بيه ده احسن من اي شكل تاني. احسن لمين؟ لينا ولسيادتك كمان. وإذا كان سعادتك مش عايز تخش معانا في معاملات في البيزنيس، خلاص يا سعادة البيه، ادينا للينا وكل واحد يروح لحاله، يا دار ما دخلك شر. مالكوش عندي حاجة. معقولة يا سعادة البيه؟ لا، لينا، لينا أوراق، وأوراق مهمة أوي. الأوراق دي مستندات ملك البنك، وشيل من دماغك فكرة إن أنا ممكن أديها لك،
لان هديها لناس تانية، هديها للنيابة. غلط، اكبر غلط يا سعادة البيه، برضونا روج بيه، ده مش غلط في حقنا احنا بس، لا في حقك انت كمان. ايه ده؟ تهديدة ولا ايه؟ لا بيه استغفر الله، دي نصيحة. يا سعادة البيه، أنا خايف على مصلحتك يا بيه، أنا بحبك يا بيه. إذا كنت فاكر حضرتك إنك أنت بتتحدى شخصين ولا ثلاثة تبقى غلطان، لأنك بعملتك دي بتتحدى ناس كتيرة قوي، والناس دي وراها ناس تانية كبار، كبار قوي. اسمع يا جدع أنت، إذا كنت فاهم إن أنا بتهز من الكذب والتهويش بتاعك ده، تبقى مش عارف أنا مين. روح قول للي بعتينك إن أنا لا بتباع بالفلوس ولا باجي بالتهديد. تهديد إيه بس اللي أنت ماسكه ده يا سعادة البيه؟ أستغفر الله العظيم، إحنا مش جايين نهدد، إحنا جايين نتفاهم. أنا ما عنديش تفاهم في الحكاية دي. وإذا كان الناس الكتار اللي بتقول عليهم دول وراهم ظهر جامد زي ما بتقول، فأنا ورايا ظهر أجمد، لأن في حاجة اسمها القانون. وإذا كانوا في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات قدروا يلعبوا على القانون وينهروا فلوس البلد، فأنا هعرف إزاي أدفعهم الحساب واحد واحد، ومهما كان عددهم ومهما كان اللي وراهم. يا رشدي بيه، إذا كنت فاكر إنك بمركزك وبالأوراق اللي معاك هتقدر تعمل حاجة، تبقى غلطان. برضو انا رشدي بيه، اسمح لي اقولك، لا مركزك هيحميك ولا الاوراق دي هتقويك عليهم. اطلع برا. نعم. طالع رشدي بيه، فرصة سعيدة اوي سعادة البيه. ايه وش؟ اطلع برا. ماشي يا بيه. بالحق سعادة البيه، لو حضرتك غيرت رأيك ابقى اتصل بباسيوني بيه في اسكندرية، هو مستني حضرتك، لا تتصل بيه لا تروح له بالورق. ها خدتك بعافية يا رشدي بيه. تعرف يا كمال، انا حاسه ان رشدي بيه ده احسن من اللي قبله بكتير قوي. يا ست مالناش دعوه احنا مين احسن من مين، احنا هنقيم الناس، احنا اللي علينا نعمل شغلنا صح وبس. خلينا في حالنا، ما حدش يقدر يدوسنا على طرف. حاضر اتفضل. يا باسيوني بيه، انا واثق ان المدير الجديد دوت مش هيجيبها البر. اسمح لي برضوم، مش يمكن يعمل تصرف كده ولا كده يودينا كلنا في داهيه؟ تفتكر ممكن يتجرأ يعمل كده؟ مش بعيد يا سعاده البيه، ده راجل مغرور واخد في نفسه الم كبير قوي. وبعدين ما تنساش سعادتك برضوم، يعني يا سعاده البيه ده تحت ايده اوراق ومستندات، لو وصلها للنيابه هنروح كلنا في الكاليتشي. ايه الكاوتشي ده؟ سعاده البيه مش كاوتشي، كاليتشي يعني كلنا لا مؤاخذه هنروح في ابو نجل. ابقى اختار ملابسك يا حسني وبلاش كلام الصيع ده. حاضر سعاده البيه. سيد هات التليفون. حاضر بيه. اطلب لي كازم في مصر. حاضر سعاده البيه. الو، سعادة كاظم بيه موجود؟ انا سعادة البيه. ايوه بيه، انا محسوبك وخدامك حسني المقص يا بيه. بتكلم منين؟ من اسكندريه، من عند باسيوني بيه. انا سعادة البيه، عايز حضرتك اهو معاك يا بيه. معاك كاظم بيه. الو، اهلا يا كاظم. حسني راح قابل رشدي الالف زي ما قلت، وما طلعش معاه بعقد نافع. انا شايف دلوقتي ان احنا عملنا مع الراجل ده كل حاجه، عرضنا عليه فلوسها وشناها هددناها وبرضه مفيش فايدة. أنا شايف دلوقتي إن مفيش غير الحل اللي قلت لك عليه. أيوه يا كاظم، لكن طيب خلاص زي ما تشوف، بس يكون في علمك الموضوع مش مستحمل تأخير على كده. طيب أوكي، مع السلامة. قالك إيه يا سعادة البيه؟ لسه هفكر في الموضوع وبعدين أتصرف. ما قلتليش يا كمال، عملت ايه في موضوع الشغل بتاع بعد الظهر؟ امبارح عملت الانترفيو، المقابلة اللي بيعملوها للمتقدمين للوظيفة دي. طب والنتيجة امتى ان شاء الله؟ قالوا لي بعد 3 أيام. ربنا معاك يا رب. حققناها، لو ربنا وفقني في الوظيفة دي مش هصرف من مرتبها ولا من ليه، هحوش كله على فلوس الشقة. ما انا برضو كنت عاوز اقول لك كده. هي دي محتاجة أولا، الشقة دلوقتي أهم حاجة، بتحل 99% من مشاكل الجواز. بمناسبة المشاكل، ايه اخبار ماما؟ ايه ده؟ انت بتتريق على مامتي؟ انا بتريق على مامتك؟ دي حبيبتي. يا غبي، وقفوني من ركب عربية يمشي نفس الناس. ايوه حنا
نتكلمش ندوس في الناس. عاجبك ولا مش عاجبك؟ انا ما قلتش ان خلاص يا كمال سيبك منه بقى ويلا بينا. ما تسيبيه خلينا نشوف هيعمل ايه. حسين؟ ايوه يا سيدي حسين. خش عليا يا ابو كمال خش. لا ازيك حسين؟ ازيك يا ابو كمال وحشني قوي قوي قوي. ايه الغيبه دي؟ انا هحاول لك على كل حاجه بعدين. المهم انت اللي اخبارك ايه؟ عايز اطمن عليك. الحمد لله ماشيه كويس. الله انت مش تعرفنا يا اخي. لا مؤاخذه اصل خدتني في دوكه. ناهد خطبت وزميلتي في البنك. اهلا وسهلا. فرصه سعيده قوي. ده حسين بقى صاحبي وصديق عمري اللي كلمتك عنه. ياه اهلا وسهلا. اهلا بيك. على فكره كمال ياما حكى لي عنه. اوعى تكون سوقت لها سمعتي. مش قوي. انت كنت رايحين على فين؟ من المشي. طب اتفضل اركب. اركب فين؟ ما تتكلمش. اتفضل اركب وخلاص. اتفضل يا فندم. اتفضل. لكن ايه يا حسين العربيه دي؟ البنيه ده مش معاك ولا ايه؟ اركب وما تغرش. انا لما سبت الكليه اخر سنه سافرت اوروبا على طول. قلت اهو اجرب حظي هناك. جعت كتير قوي واتشردت كتير لفيت كتير ياما تعبت. مرت عليا ليالي كتير قوي ما كنتش لاقي اللقمه اللي اكلها ولا حتى المكان اللي انام فيه. طب ليه يا حسين؟ حرام عليك نفسك يا اخي. انت تقعد في بلدك وترضى باسمتك. ما عشان ترتاح في الاخر لازم تتعب كتير قوي في الاول. وبعدين يا استاذ حسين ايه اللي حصل؟ ابدا. بعد فترة صغيرة اشتغلت في مكتب راجل اعمال كبير قوي في انجلترا. شوية بشوية شربت منه كل الشغل. عرفت كل اسرار التجارة والاستيراد والتصدير. ما عداش فترة كبيرة وكونت قرشين كويسين. اول ما عملتهم فكرت على طول ان انا لازم ارجع مصر. وفعلا رجعت مصر وفتحت مكتب الاستيراد والتصدير والحمد لله المكتب ماشي كويس قوي دلوقتي. السلام. ده حكاية ولا رواية حسين؟ بس والله برافو عليك يا استاذ حسين ان انت في سنين قليله كده قدرت تحقق النجاح ده. يا ام زين ناهد الحياه فرص. لازم الواحد يدور على فرصته في اي حته لان لو قعد وحاطط ايده على خده عمر الفرصه ما هتجيله. طبعا طبعا. لكن انت ليه يا حسين ما كملتش السنه اللي فاضله لك في الكليه دي؟ هكملها ليه يعني؟ يعني مش هتخسر حاجه. بالعكس شهاده في ايدك. لا بالعكس انا لو كملتها يبقى بخسر وقتي. وانا الوقت بالنسبه لي يساوي فلوس. المسألة النهاردة ما بقتش مسألة شهادات. المسألة النهاردة كلها بالمخ. مش مهم معاك شهادة ايه، المهم بتشتغل ازاي وبتكسب كام. فعلا ما هو ياما ناس كتير معاها ليسانسات وبكالوريوسات وفي الاخر بيقعدوا على مكاتبهم ب 30 و40 جنيه في الشهر. زمان كانوا بيقولوا ان فاتك الميل اتمرق في تراب. ده كلام خايب ملوش معنى دلوقتي. دلوقتي اللي بيتمرمق في التراب بيبهدل نفسه بس. يعني انت مثلا مش خسارة في الوظيفة دي. أبو كمال دوت كان دايما الأول علينا في الكلية. عقله كان جبار في المحاسبة وإدارة الأعمال. على أي حال إحنا نسيبنا من الكلام ده خالص دلوقتي. أنا هعرف إزاي أشدك معايا وأبطلك تراب الميري. تليفون عشان مساء
كام؟ حوالي 4. ما لحقتش انام ربع ساعة. ساعات البيه دلوقتي. حاضر يا فندم. ايه انا ما سبت السكه على طول. مع السلامه. وعايزك في ايه مدير البنك السعاده؟ مش عارف يا ماما، كل اللي قالولي تعالى حالا. مدير رايح اشوف ايه الموضوع. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. طيب يا انصاف، طيب طيب خلاص، هتصرف هتصرف، ما تخافيش ما تخافيش، هتصرف. المهم انتي تربسي الباب كويس، ما تفتحيش لاي حد، فاهمه؟ ما تفتحيش لاي حد. خلاص هتصرف يا عم، هتصرف انصاف. كمال انت جيت، انت خدت كده ليه؟ ابدا فاكر ده يا دوب مسافه السكه. اقعد اقعد اقعد. خير كمال، انا عاوزك في مأمورية مهمة جدا. تحت امرك يا مجدي بيه. شوف الظرف ده، انا عاوزك تنزل تسافر حالا، تروح اسكندرية تسلمه لواحد اسمه بسيوني طه. العنوان انا كاتبه لك على الظرف اهو. انت يا دوب تلحق تاخد ديزل 5.5، واذا ما لحقتوش خد عربية اجرة لوحدك لغاية اسكندرية. انا بس كنت عايز اقول اذا كان ممكن نأجل المأمورية دي لبكرة. لا لا لا. حاضر حاضر حاضر. المأمورية دي مهمة جدا، الظرف ده لازم يكون في ايدين بسيوني طه الليلة دي. انا حاولت اتصل بيه بالتليفون عشان افهمه انك رايح له، لكن تليفونه مش متجاوب معايا اذا في اي عطلة. ها؟ على سبيل الاحتياط خد بعض انت نبرته، جايز تتجاوب معاك في اسكندرية. كمال يا ابني، أنا اخترتك أنت بالذات للمأمورية دي لثقتي التامة فيك، ولأني متأكد إن مفيش حد غيرك هيعرف الموضوع ده، حتى ولا ناهد خطيبتك. خلي بالك، الظرف اللي معاك ده فيه أوراق ومستندات في منتهى الخطورة، مهمة جدا. أوعى تضيع منك. أيوة عباس، أنا بسيوني. لا بكلمك من اسكندرية. رشدي الألفي ما اتصلش لغاية دلوقتي ولا بعتش المستندات. اتصرفوا أنتوا بقى زي ما اتفقنا. لا، أنا كلمت كاظم وخدت رأيه، وهو اللي أمر بكده. بسيوني البيت وانا ساكن هنا؟ خامس دور شقة 17. بقول لك ايه؟ هتركب الاسانسير لحد الدور الرابع، والخامس تاخده على رجلك لما مؤاخذة. متشكر قوي. مساء الخير. انا اسف ازعجت حضرتك في وقت متاخر، اصلا لفيت كتير قوي على البيت. مش حضرتك بسيوني بيتا؟ وحضرتك مين؟ انا من طرف رشدي بيه. قول رشدي مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ازاي فانا ما تعرفش رشدي بيه الالفي؟ انا ما اعرفش حد باسم رشدي الالفي، واتفضل غور من هنا احسن لك. يلا
قابلت؟ قابلته. لو سمحت يا فندم، مفيش بنسيان قريب من هنا؟ طبعا فيه. شوف حضرتك تمشي في الشارع ده كده على طول وتحود على ايدك اليمين، هتلاقي عماره كبيره فيها بنسون هاي لايف. انا متشكر يا ابو العفو. السلام عليكم. السيدة انصاف عبد القادر حرم المرحوم رشدي الألفي؟ أيوه. حضرتك عندك أي معلومات خاصة بقضية قتل المرحوم جوزك؟ أنا كنت عايزة أقول إن المرحوم رشدي قبلها بيوم كان عارف إن ده هيحصل. كان في ناس هددونا بقتل ابننا حسام وبقتله هو كمان. مين الناس دول؟ ما أقدرش أعرف بالتحديد. طب هددوه ليه؟ عشان يجبروني أديهم أوراق ومستندات مهمة. خاصة بإيه المستندات دي؟ مخرفش بالظبط. مرحوم رشدي ما كانش بيكلمني عن تفاصيل شغله، بس اللي قدرت اعرفه ان الناس دول يهمهم قوي انهم ياخدوا الاوراق والمستندات دي عشان كانت بتدينهم في قضايا كبيره. قضايا؟ قضايا ايه؟ اموال عامه. وبعدين؟ وبعدين حصل اللي حصل ونفذوا تهديدهم وقتلوه في مكتبه. طب ليه المرحوم ما بلغش البوليس ان في ناس مهددينه بالقتل؟ هو فعلا كان ناوي يبلغ، بس اتاكد بعد كده ان الناس دول مش سهل ومش بساط. تقصد ايه ان الناس دول مش سهل ومش بساط؟ يعني كان ممكن ينفذوا تهديدهم لو هو بلغ عنهم. وصدقني هو ما كانش خايف على نفسه قد ما كان خايف على ابنه. معقول الكلام ده برضه يا مدام؟ معقول، بدليل ما حصل انهم قتلوه فعلا في مكتبه. قتلوه فعلا في مكتبه لانه رفض يبلغ الجهات المسؤوله اللي كان ممكن انها تحميه. تفتكر كانت فعلا هتحميه؟ قصدك ايه؟ افتكر قصدي واضح. لا يا مدام انت فاهمه غلط. القانون قادر على انه يحمي اي انسان من اي حد، والناس اللي هددوا المرحوم اوهموه انهم فوق القانون عشان يضغطوا عليه ويخلوا تهديدهم يجيب نتيجه. واكبر دليل على كده انه اتقتل، لانهم لو كانوا حقيقي فوق القانون ما كانوش قتلوه ولا كانوا اهتموا اطلاقا لو بلغ عنه. مدام انصاف، ما تعرفيش ان كان المرحوم اداهم المستندات دي ولا لا؟ معرفش، بس المرحوم لما كلمني اخر مره بالبنك وحس ان انا خايفه قال لي اطمني انا هتصرف. وما قالكيش هيتصرف ازاي؟ لا. حضرتك تعرفي الموظف المتهم بقتل جوزك؟ لا، بس انا واثقه ان هو ده القاتل. وايه اللي مخليكي واثقه بالشكل ده؟ لان حراس البنك قال ان هو ده الوحيد اللي دخل على رشدي اوضته، بعد كده خرج مستعجل وبيجري. بعدين رشدي الله يرحمه كان قال لي ان الناس دول ليهم اعوان من موظفين البنك، واكيد ان الموظف ده واحد منهم. لا، الكلام ده مش صحيح. انا ماليش اي علاقة بالجريمة دي. أكيد في سوء تفاهم. أنا لازم أروح البوليس وأقول لهم على كل حاجة. هو ده اللي لازم أعمله فعلا. أنا يهمني إيه يعني؟ إذا كان الظرف ضاع، في واحد ممكن يشهد إن أنا كنت في اسكندرية ساعة رشدي بيه ما اتقتل. هو ده الشاهد الوحيد. غريبة فعلا حكاية الجارع ده.
بس كان لازم سيادتك تتكلم معاه وتعرف هو جاي ليه وعايز ايه. انا بقول يمكن يكون سيادتك مستني حد يا فندم. لا اشوف مين. حاضر. مساء الخير. بس يوني فين موجود لو سمحت؟ انت مين؟ مين يا سيد؟ تعال تعال. مساء الخير يا بسيوني بيه. انت مين وعايز ايه؟ انا كمان عبد الحميد يا فندم. انا فوت على حضرتك امبارح. ايوه عايز ايه؟ انا واقع في مصيبه يا فندم. حضرتك الوحيد اللي ممكن تخرجني منها. وانا ايه علاقتي بالمصيبه اللي انت واقع فيها؟ حضرتك مالكش علاقه بالموضوع قد اللي ليا. اصل رشدي بيه مدير البنك اللي انا بشتغل فيه اتقتل واتهموني انا بقى. وانا ايه دخلي بيك وبرشدي بيه بتاعك ده؟ يا فندم حضرتك مالكش اي دخل بالموضوع. انا بس عايزك تشهد معايا. اشهد معاك ازاي؟ انا اعرفك منين يا جدع انت عشان اشهد معاك؟ مش مهم تقول لهم انك تعرفنا او تعرف رشدي بيه. انا بس كل اللي طالبه انك تيجي معايا الاسم تقول لهم ان انا فوت على حضرتك امبارح عشان اسلمك الظرف وبس. تسلمني الظرف؟ ظرف ايه؟ الظرف اللي رشدي بيه كلفني اديهولك. بس يوني مية انا مستقبلي كله في ايدك دلوقتي. انت الوحيد اللي تقدر تثبت براءتي. طب وفين الظرف اللي رشدي اداهولك عشان تسلمه لي؟ حضرتك بتسال عن الظرف ليه؟ لا انت مش قلت لي ان رشدي بعته لي معاك. اي بس حضرتك قلت لي انت ما تعرفش رشدي بيه. مش شغلك انت اعرفه ولا ما اعرفوش. هات الظرف اللي معاك. ظرف ايه بس دلوقتي يا فندم؟ انا جاي لك عشان تخرجني من المصيبه اللي انا فيها مش عشان تقول لي. بقول لك ايه انت تديني الظرف اللي معاك وانا هشهد معاك واعمل لك كل اللي انت عايزه. قد كده الظرف ده مهم عند حضرتك؟ ايوه مهم. فين الظرف؟ اصل ايه مش معاك؟ لا معانا. طب هات. انا هديه لحضرتك بس لما تشهد معايا الاول. حضرتك بتساومني؟ لا يا فندم مفيش مساومة ولا حاجة. انا بس ظروفي. سيد انا وسعت بيه. هات منه الظرف. انا مستعد اديه لحضرتك. فين الظرف؟ انا هديه لبسيوني بيه. طلع الظرف. زمالك. انت بتضربني ليه؟ انا بتضربني ليه؟ ما حد يصدق الكلام ده يا ناس. كمال ابني يقتل. طب ازاي؟ ده عمره في حياته ما اذى حد ولا ضايق مخلوق بكلمه وحشه. كان مستخبينا فين ده بس يا ربي؟ كفايه يا نينا. كفايه ابوكي. كفايه عشان صحتك على الاقل. بس لو اعرف هو فين ولا بيعمل ايه دلوقتي؟ انا خايفه لا يكون جرى الوفاه. ما تقوليش كده. هات الشر. المهم دلوقتي ان احنا نعرف ايه الحكايه وايه اللي وقع كمان فيها. انا واثق ان في سوء تفاهم كبير قوي في الموضوع ده. طب واحنا هنعمل ايه؟ هنفضل ساكتين كده؟ اطمني خالص. انا هقوم اكبر محامين في البلد. لازم يدرسوا القضيه ويعرفوا ظروفها وساعتها كل حاجه هتبان. بقى اسمع بقى. الظرف اللي معاك في ناحيه وعمرك في ناحيه تانية. قلت ايه؟ يا ساعه البيت صدقني الظرف ضاع مني في القطر. احنا هنعيده تاني. والله العظيم كده ده اللي حصل. بس انا خفت اقول لك كده في الاول لما تشهدش معايا. بقول لك ايه؟ ده الظاهر ما بتجيش بالسهل. سيد أبي هطلع العربية من الجراج وأحطها لك قدام باب العمارة. هات لي برد معاك على تحت. حاضر بيه. ونفذ. هتودوني على فين؟ هنوديك السيمة. يا أخي سيد أحلف لك بيه أنا مش معايا حاجة. مش حضرتك فتشتني. بقول لك إيه بلاش قلب الدماغ. تطلع معايا من سكات لو جوزي دي في كرشك. لا اتفضل يا أخي سيد. قدامي. اتفضل. قدامي. Ah!
بسرعة. بسيوني طه، انت تعرفه قبل كده؟ لا يا فندم انا ما اعرفوش، بس الشيء الغريب جدا اول مره جيت اسلمه الظرف انكر معرفتي برشدي بيه. تاني مره لما رحت له طلب مني الظرف وكان واضح انه مهتم بيه جدا. واديته الظرف؟ يا فندم الظرف ضاع مني فعلا في القطر، بس الراجل ما كانش مصدقني وخلى الراجل اللي معايا يضربني، وبعدين كان واخدني على مكان تاني غير الشقه. وفين عنوان الشقه دي؟ ما هو العنوان كان مكتوب على الظرف، بس انا حافظ مكانها كويس قوي ومستعد اوصفها لك وبالملي. يلا بينا حضرة الظابط. اتفضل. هي دي الشقة. حتى الأمارة كان عليها البتاعة دي. ايه دي؟ في ايه؟ لو سمحت، احنا بنسأل على الأستاذ بسيوني طه. مين بسيوني طه دي؟ صاحب الشقة. حبيبي أنا صاحب الشقة دي. أنت؟ أه يس. وات؟ طيب كان في حد مأجر منك الشقة دي؟ حبيبي أنا مش أجر شقتي مفروشة. يا لا حضرة الظابط الراجل ده بيكذب. استنى أنت. يعني كلمتي كده؟ يعني حضرتك ساكن هنا لوحدك؟ حبيبي مفيش حد ساكن في الشقة دي غيري أنا بنت مالي. يا حضرة الظابط أنا متأكد دي الشقة اللي أنا قابلت فيها بسيوني. قلت لك اسكت أنت. إيه بيحصل دي؟ مساء الخير يا سعادة البيه. مساء الخير. في حاجة مؤاخذة؟ أه ده البواب يا فندم اللي دلنا على الشقة. حضرتك اسأله. أنت بواب العمارة دي؟ أيوة يا سعادة البيه. مين اللي ساكن في الشقه دي؟ الخواجه جورج والست ماريا بنته ساكنين في العماره دي قدامهم يجي 10 سنين واكتر. مش انت يا بني ادم اللي قايل بنفسك ان بسيوني طه ساكن هنا؟ قلت لك انت يا فندي وانا شفتك قبل كده. انت ما شفتنيش. تعالى هنا ما تتكلمش ولا كلمه. حاضر. بس يا حضرة الظابط انا متاكد ان دي الشقه اللي انا قابلت فيها بسيوني هو اللي دلين عليها. ما حصلش يا بيه. لا حصل وانت كداب. ايوه يا ابني انت كداب. خدوا على تحت. في حد ساكن هنا اسمه بسيوني طه؟ لا مفيش يا سعادة البيه. احنا اسفين على الازعاج. بعد اذنكم. مع السلامة يا سعادة البيه. يا حضرة الظابط صدقني. ارجوك صدقني. ما انا صدقتك قبل كده، لكن مفيش ولا حاجة من اللي انت قلتها طلعت صح. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا كده هروح ضايق من غير سبب. استاذ كمال، انت مطلوب للتحقيق قدام النيابة في مصر، وهناك تقدر تقول لهم كل اللي عايز تقوله. طب هقول لهم. استاذ كمال، شهادة حراس البنك وكل الأدلة التانية بتؤكد إن أنت اللي قتلت رشدي الألفي. والله العظيم ما قتلته. طب اقتلهم يا فندم. أنا مفيش بيني وبينه أي عداوة، بالعكس ده كان بيعاملني أحسن معاملة. قول لي اقتله ليه؟ أهو هو ده بقى السؤال اللي أنا عاوزك أنت تجاوبني عليه. يا فندم أنا جاوبتك على كل الأسئلة وقلت لك كل اللي حصل. كل اللي أنت قلته طلع كده.
وبعدين سيبك من ده كله وقول لي فين الظرف اللي اداهولك رشدي قال فيه عشان تسلمه في اسكندريه زي انت ما قلت؟ ده طب المستندات اللي كانت فيه كانت خاصه بايه؟ معرفش. اه معرفش مفيش. هو ده كل الكلام اللي انت بتقوله وعايزني اصدقك؟ طب ازاي؟ كمال انت موقفك في القضيه ضعيف، ضعيف قوي، وحاجه من الاثنين، يا تقول لنا مين اللي امرك تقتل رشدي الالفي، يا تقع في القضيه دي لوحدك وساعتها هيبقى عليك حكم قاسي وشديد. فكر يا كمال عشان مصلحتك انت، وعلى اي حال احنا لسه بينا كلام تاني. الرئيس سليمان. مين الرئيس سليمان ده؟ ده ابدع طلبة المنطقة، هو اللي هيحل علينا ويقوينا. ايه ده؟ كمال اتقبض عليه وهرب؟ طب ازاي؟ وهرب راح فين؟ معرفش. المحامي بتاعي لما راح وحب يطلع على ملف القضية، قالوا له إن كمال هرب وهو مترحل من النيابة. طب والمحامي؟ معرفش أي حاجة عن موقف كمال في القضية؟ للأسف. كمال موقفه سيء جدا في القضية. الأدلة وأقوال الشهود كلها ضده. طب ولا عمل دلوقتي؟ انا بفكر ان انا اجيب كمال واخبيه عندي طول فتره القضيه ما هي شغاله. مش ممكن كمان هنسيبه بيتلطم في كل حته شويه، وهو المحامي هيشوف القضيه لحد ما ربنا يسهله ونعرف هتنتهي على ايه. طب واحنا بس هنعرف طريق كمال منين؟ ما هو اكيد هيتصل بيك او يجيلك، مجرد ما ده يحصل لازم تديني خبر فورا. وده كلام معقول يا كمال يا فندم؟ فهمني، البوليس قالب عليك الدنيا، وده معناه ان هو بيراقب بيتك وبيت خطيبتك ويمكن تليفونها كمان. يعني لو هوبت هنا ولا هنا هيقبضوا عليك. وانا متوغش قوي على والدتي يا معلم مغاوري، دي ست صاحبه عيا وممكن الحكايه دي تكون اثرت عليها جدا، لازم اروح اطمن عليها واطمنها عليا. سيب الحكايه دي علينا احنا، المعلم سليمان هيقوم بالواجب وبكره تروح تطمن عليها بنفسك، بس من غير مؤاخذه يكون البوليس خف عينه عنك شويه. المهم دلوقتي انت هتعمل ايه في حكايتك؟ مفيش حل قدامي غير ان الاقي بسيوني طه ده. طب وهتلاقيه فين وازاي؟ هروح لاسكندريه وافضل لابق تحت عمارته لغايه ما اشوفه هطبق في زمره رقبته. مفيش قوه في الدنيا هتخلصه مني غير قدام البوليس. بس يكون في علمك المساله مش بالبساطه دي. انت بتقول انهم عالم مجرمين واراريه وعدم المؤاخذه، مش اي حد يقدر يسد مع العالم اللبط اللي زي دول. ما تخافش عليا يا ريس سليمان، مش هيحصل اكتر من اللي حصل. يا كمال يا بندي لازم تكون حريص. المرة اللي فاتت ربنا سترها وقدرت تنفذ بجلدك، المرة الجاية مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. هيحصل ايه؟ يعني هيقتلوني؟ يقتلوني؟ لو متش بايديهم هموت بحبل المشنقة، يعني كده رايح وكده رايح. فالله ولا فالك، ده كل عقدة وليها ألف حلال يا أخي. أنا حل عقدتي إن أنا ألاقي بسيوني طه. لو ربنا رايد لي خير يعطرني فيه. المهم إننا نوصل له قبل ما يقع في إيدين البوليس من تاني. وهنوصل له إزاي وهو هربان؟ لا ما تقلقش. هو اللي هيجي لنا برجليه لحد هنا، هو اللي هيدور علينا بنفسه. وهو هيدور علينا ليه يعني؟ علشان يثبت براءته من جريمه القتل اللي لابساه، وكمان علشان يساومنا على الظرف اللي معاه. هو عارف ان الورق ده مهم بالنسبه لنا ومتاكد انه حلو دراعنا بيه. طب مش يمكن يكون سلم الظرف للبوليس؟ لا مش يمكن يكون سلم الظرف للبوليس، لانه لو كان سلم الظرف للبوليس يا غبي نعم كان زمان البوليس بيدور علينا احنا، لان الورق ده في تفاصيل كل العمليات اللي كانت بيننا وبين البنك.
يعني تفتكر حضرتك ان الواد هيرفض يسلم الاوراق للبوليس وهيرفض يثبت براءته عشان ياخد الفلوس؟ اسمح لي بردوم، يعني هيعمل ايه بقى بالفلوس ما دام هيشنق؟ لا انت اصلك مش واخد بالك، هو عايز يضرب عصفورين بحجر، يساومنا بالظرف اللي معاه وياخد منك كل اللي هو عايزه، وبعدين يروح يبلغ عنا البوليس ويطلع نفسه من هزايا الشعره من العجين. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ابدا ولا حاجه، هاخد منه الظرف هدفع له فيه المبلغ اللي هو عايزه، وبعد ما تلاقي مع الورق هنمشي كلنا بجنازته باذن الله. وترى حضرتك خدت راي كاظم بيه في الموضوع؟ واخد راي كاظم بيه ده بمناسبه ايه؟ يعني يكون له راي تاني ولا حاجه؟ لا تاني ولا تالت، انا فاهم اللي بعمله كويس. بس يوني انت في حاجه بينك وبين كاظم؟ ابدا، بس مش قادر انسى ان كل المصايب اللي احنا فيها دي من تحت راس افكار النيره. بس يوني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بس لا بلاش كلام فارغ، انا خلاص زهقت من التحكم والاماره اللي على الفاضي. يا ما سمعنا كلامه ومشينا وراه زي ما هو عايز، والنتيجه ايه؟ ادينا هنغرق كلنا ونروح في 60 داهيه. اذا كان بسيوني بيه بيقول ان انا السبب في المشاكل ديت، فلازم يعرف كمان ان انا السبب اللي خلاه يبقى بني ادم. انا اللي خليته راجل اعمال بعد ما كان بيشتغل سمسار دكاكين وشقق مفروشه. ولا هو نسي اصله؟ الظاهر انه كل الصنف ده كده. كاظم بيه، انا مش عايزك تكون متضايق من الحكايه دي. اطمن يا حبيبي، انا المسائل الهايفه دي مش ممكن تضايقك يا زلمه. طيب ورايك ايه في حكايه الجدع ده بتاع الظرف؟ انا ما عنديش كلام تاني عشان اقوله. انا قلت الجدع ده ما يتقتلش يعني ما يتقتلش، مفهوم؟ عرفتوا انه كنتوا تلاقوه وتاخدوا منه الظرف كان بيها؟ ما عرفتوش؟ انا هتصرف. ازاي يعني؟ ما احبش اسمع السؤال ده. ازاي ده مش اختصاصكو، ده شغلي انا. انا اللي هعرف اجيب الظرف وكل الاوراق، مفهوم؟ اتفضل اتفضل. الحمد لله ربنا يديمها نعمل. دايما عامل يا ريس سليمان يا ابو المجدعه. عيب ما تقولش الكلام ده يا مغاوري، احنا ما عملناش الا الواجب وبس. بس على الله بقى كمال افندي يكون راضي علينا. مش عارف اقولك ايه ولا ارد جمالك ازاي. لا تقول حاجه ولا ترد حاجه، المهم انك انت تفرفش وتروق كده. انا اخش جوه بقى عشان اوضب لك المسائل، عشان يا دوب تلحق وقتك على اسكندريه على طول. مش عايز اوصيك تطمن على امن وعلى نهي. الحكايه دي مش عايز اوصايا يا كمال افندي. يا كمال افندي. ايوه يا ريس سليمان. لحظه يا اخويا. خير يا ريس سليمان؟ البلطو ده مش قد المقام، بس هينفعك في برد اسكندريه. ومن غير مؤاخذه، لما هتضرب عليك كاسكته والنضاره هيغيروا من شكلك خالص. اتفضل. انا مش عارف اشكرك ازاي. كمال افندي انت بتقول ايه؟ احنا رجاله نحب نخدم الرجاله، وانا بصراحه والله العظيم من اول ما شفتك قلبي اتفتح لك، وحسيت انك جدع طيب وابن حلال ومظلوم في الحدوته دي من اولها لاخرها، واللي بعمله ده اقل من الواجب. اما ده بقى المسدس خلي معاك استحراص. ايوه مسدس. اعمل بيه ايه ده؟ او تامن بيه نفسك من ولاد الحرام. بس انا عمري ما مسكت مسدس ولا اعرف ازاي اتعامله. يا سيدي مش شرط انك انت تتعلمه، انت بس هتدوس بصبعك كده وهو هيقوم بالواجب، وبعدين ما تستعملوش الا في الشديد القوي بس. ها اتفضل يا كمال افندي. استنى حد ولا ايه؟ سيد برضه مش عايز تتكلم؟ انا قلت لحضرتك الظرف مش معايا. طب انا مستعد اشتري منك، عايز فيه كام؟ احلف لك وتصدقني والله العظيم 3 ضعاف.
ما كنت جاي قدام باب العماره بتاعتي ليه؟ كنت عايز مني ايه؟ انت شوف بقى، انا اديت لك اخر فرصه علشان تنفذ بجلدك، لكن كل اللي انت بترسم عليه حاجه في الهوا، لان اللي فاضل لك على وش الدنيا مش هيديك فرصه لانك تعمل اي حاجه من اللي بتفكر فيها. بلاش تعمل حاجة مع الجدع ده، كاظم بيه قال. كاظم بيه قال، كاظم بيه قال، كاظم بيه قال، كاظم بيه ياما قال وكنا كلنا بنسمع كلامه، لكن المرة دي أنا اللي هقوله بس، فاهم؟ يلا سيد. واقف يا خفيف، اوعى تتحرك من مكانك، تعالى الناحية، اي حركة هضربك في النار، اوعى تتحرك انت كمان، ليش شايف اهو؟ معقول يا بسوني بيه الواد يهرب من وسطيكوا ويعمل فيكوا كل العمايل دي؟ والله يا هايل فارم، انا قلت من الاول لازم نخلص عليه علشان ندفن سرنا معاه، لكن انت اللي رفضت. انا فعلا رفضت انه يتقتل، لكن ما قلتش كمان تسيبه يهرب، كان لازم حضرتك تفضل سايبه محبوس عندك لحد ما انا اشوف حل، لكن الظاهر ان فعلا ما عندكش رجاله يعتمد عليهم. على العموم مش هو ده موضوعنا. كويس قوي ان ده حصل، لانك فعلا لو كنت قتلته ما كانش هيحصل كويس ابدا. معنى ايه الكلام ده بقى؟ الله، ثم انا عايز اعرف انت خايف عليه قوي كده ليه؟ يكونش صاحبك؟ ايوه صاحبي. انت بتقول ايه؟ بقول لك صاحبي وزميلي من 20 سنه. قول كده بقى علشان نفهم المسائل ماشيه ازاي. حكايه بانت هي يا جمال بيه، ما بقيتش عايز شرح. كاظم بيه عامل كومبينه مع واحد صاحبه عشان يذلنا بالمستندات اللي معاه ويخلينا لعبه في ايديه. بسيوني، حاسب على كلامك وشوف انت بتقول ايه. بسيوني بيتكلم مظبوط، لان مفيش تفسير تاني للي بيحصل ده. غلط، كل اللي بيقوله غلط. لما تقول لنا ايه هو الصح ده اذا كان لسه في حاجه صح. كمال صاحبي ايوه، لكن ما يعرفش اي حاجه عن حقيقه شغلنا. انا ما شفتوش خالص من يوم ما سبت مصر، لكن انا اللي رتبت لقاء لما رجعت وعرفت ان الراجل دوت بيشتغل في البنك. قلت بما انه صاحبي بمنتهى السهوله هقدر اجيب منه الاوراق اياها، لكن كل شيء اتلخبط لما سيادتك قتلت مدير البنك. انت السبب في كل المصايب اللي احنا فيها. انا برضو طبعا سيادتك. بيه لما بعت لمدير البنك عشان يقتله كان الراجل باعت له كمال بالاوراق. يعني لو كنت اجلت حكايه القتل دي ليله واحده كنا دلوقتي بقينا خلاص في غنى عن كل المشاكل اللي احنا فيها. انا نفسي فوجئت ان كمال هو اللي جاي لك بالورق. كمال؟ معقوله كمال تبقى في ايده ارواحنا كلنا؟ ما تقولش كلنا، لان ظهور المستندات دي مش هيأذيك، هيأذينا احنا بس. وانا ايه وانتوا ايه؟ ما احنا كلنا شغلنا واحد، اي واحد فينا هتيجي رجله في حاجه هيجيب الباقي وراه في 100 حاجه. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفضل سايبين الواد ده كده يلعب بينا لحد ما يودينا كلنا في داهيه؟ اطمن من الحكايه دي، كمال طيب وعلى نياته وما يعرفش يلعب بحد. امال مخبي الظرف والاوراق ليه؟ لانه متاكد ان فيهم براءته من قضيه رشدي. اللي انا عايز اقوله حاجه، الاوراق ديت مسؤوليتنا، اطمنوا يومين ثلاثه بالكتير وهيكون عندكم كل المستندات. الحمد لله انها جت لحد كده وقدرت تلفت من ايديهم. يا راجل ده انت كتب لك عمر جديد. ده
طب والعمل دلوقتي ازاي اقدر اوصل للراجل ده تاني؟ انت بس تستهدى بالله ونفكر هنعمل ايه بالظبط. المهم كمان لازم اشوف امي، دي زمانها هتتجنن. الغلطه مش غلطته. ايوه ساعه البيت اتحقق علينا احنا. ايوه احنا اللي حطينا رقبتنا في ايدين ولد طايش مغرور. ايوه ساعه البيت، بس ما تنساش ان كاظم بيه احسن واحد بيفهم في البيزنس دي، وبعدين ده ليه علاقات هامه جدا جوه وبره. يعني ايه؟ يعني مش من مصلحتنا نخسرها يا سعاده البيه. امال من مصلحتنا يعني نسيبه لما يحط الحديد في ايدينا؟ لا يا سعاده البيه ما حدش قال كده، بس يعني مش وقته بقى ان احنا ندور مين الغلطان يا سعاده البيه. المهم ان احنا نلاقي حل للمصيبه اللي احنا وقعنا فيها دي. الحل ان احنا نعطل في الواد ده ونشوف هو مخبي الورق ده فين. هو اكيد مخبي الورق ده في مكان واثق ان محدش هيروح. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة لو مفيش سد ولا ايه؟ ايه يا اخي؟ انت مين سلكمتي؟ ما تخافيش يا ماما، انا كمان. كمان؟ يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا كمان يا حبيبي. وحشني يا ابوي كمان. انت كمان يا ماما وحشاني يا ابني. وايه يا ابني انت لابسه ده؟ انا كنت لازم اعمل كده. البوليس اكيد مراقب البيت والحي كله. ده العنوان اللي انا قاعد فيه عشان تديه لناهد او حسين. خليهم يحرسوا او هم جايين لان البوليس يكون مراقبهم. حاضر يا ماما. اوعي تضيع منك الورقه دي او تقع في ايد حد. وده معقول يا حبيبي؟ طيب استاذن انا بقى لحسن زمان الرئيس سليمان ومغاوي قلقانين عليا. اهم كده كمان وانا لحقت اشبع منك. انا لو عليا ماما مش عايز اسيبك لحظه واحده. وبعدين بقى ام كمان ما تعيطيش عشان خاطري. ادعي لي ربنا يخرجني من المصايب اللي انا فيها دي. ربنا يا ابني يبعد عنك ولاد الحرام ويفك دقتك يا رب. مع السلامة. أي صوت هيطلع منك انت وهي هخلص عليكم، فاهمين؟ في حد بينكم في الشقة؟ لا يا اخويا مفيش حد غير انا وخالتك ام كمان. خش فات الشقة. انتوا مين؟ وعايزين ايه؟ مفيش اي اوراق في الاوضه دي. طب خليك واقف لهم انت هنا وانا ادخل ادور. معلش ما دام الاوراق مش في بيت الواد ده يبقى اكيد عند كاظم في فيلته. معقوله؟ معقوله ونص، لان هو اللي وراه، هو اللي طلع علينا عشان يلوي دراعنا بالاوراق اللي معاه ويخلينا زي اللعبه في ايده. طب نفترض زي ما حضرتك بتقول كده ان الاوراق في فيلا كاظم بيه، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيبهم من هناك باي شكل. يا نهار اسود والنايل اللي بتقوله ده يا ولد. اسمح لي برضونا ساعه البيه، لو حاجه زي ده حصلت كان كاظم بيه تربقها فوق دماغنا. ليه؟ ما احناش قده. لا ساعه البيه قدها ودود. بس يا بيه مفيش داعي للمشاكل، ما كفايه اللي احنا فيه يا بيه. انت مش فاكر يا بيه؟ مش فاكر الايوبي ورجالته عمل ايه كاظم بيه؟ ده كاظم بيه بس عرف ان هم بيفكروا يضحكوا عليه اللي عمله. والله العظيم يا ساعه البيه ده كانوا بهوات زي حضرتك كده يا بيه، خلاهم يسرحوا على هاوي يبيعوا مشاط وفلايات ونبتلين بليه، والايوبي نفسه بقى يبيع حرامكش. كاظم بيه بتاعك ده يخوفك انت واللي زيك، لكن انا لا. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس ابوس ايدك بالله بلاش دي يا بيه.
ابص ايدك يا سعاده البيه، ابعدني خالص عن الموضوع ده. انا لا سمعت حاجه ولا عرفت حاجه يا سعاده البيه. انا حاسس كده ان السنه دي منيله ب 60 ميلك. اي أيوة والله يا سعاده البيه، سنه سودة. امي دلوقتي حياتها في خطر، مش بعيد يخطفوها. اخطفوها ازاي يا كمال افندي؟ هي لا مؤاخذه عيله صغيره. انا مش قصدي، بس يوني ده ممكن ياخدها بعين عنده عشان يضغط عليا رجع المستندات. هو متاكد انها عندي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. طب وبعدين هفضل ساكت كده؟ انا لازم اعمل حاجه، لازم اوصل لبسيوني ده. هتوصل له ازاي؟ انا هرسيك على كل حاجه. تبعت ناس تفتش بيت قذر؟ انا فاهم اللي بعمله كويس. لا ما انتش فاهم يا بسوني، واكبر دليل على كده التصرف القهوة اللي انت عملته ده. قصدك ايه بالكلام ده يا جمال؟ قصدي ان قازم بيه مش هيفوت الموضوع ده على خير، وانا شايف ان الحل الوحيد ان احنا نروح لقازم ونعتذر ونحاول نصفي اللي حصل. انا اروح اعتذر له؟ لو فيها ايه يا سعاده البيه، دول اخوات، وبعدين بهوات كلكم بعض يعني، ومفيش بين الخيرين حساب. حتى انت كمان بقيت تتدخل في المسائل دي يا جعير. نعم يا جعير. ايوه بيه، انا قصدي بتكلم للمصلحه يعني. مصلحه مين يا عاد؟ مصلحتنا كلنا يا بيه. طب اخرس بقى احسن لك. يا سعاده البيه، ابوس ايدك يا بيه، تروح لكاظم بيه وتصفي الموضوع يا بيه، هنروح كلنا بالكاوتش. الكاليتش يا غبي. صح الكاليتش. يا جمال بيه، يا جمال بيه، في حد يقف قدام القطر؟ في حد يتصدى للديزل ويقول له دوسني دوسني يا ديزل؟ ده كاظم بيه عالم، كاظم بيه. انا ماشي على اذنك يا بسيوني. مع السلامه يا جيمي. والسلام أمانة. ابقى سلم لي على سي كاظم بتاعك، قصدي كاظم بيه. حاضر. ما تنكشح انت كمان وتروح في داهية. حاضر بيه هنكشح، بس قبل ما نكشح عايز اقول لحضرتك كلمة واحدة بس عشان اخلص ذمتي بيه. يا سعادة البيه، لازم تروح لكاظم بيه وتستسمحه يا بيه. يا بيه تعينت الدنيا علينا، ثم انت مش قادر بقى. هي حصلت تكلمني باللهجة دي يا ولد؟ حصلت؟ حصلت؟ سيد علم الكلب ده ازاي يتعامل مع اسياده. انا كلب؟ انا كلب؟ سيد ما تزعلش يا سيد، معلش كلمه طلعت منه كده والنبي ما تنرفز. يا سيد ضربت لي بطني، انا مالها يا سيد؟ هتشحتوا بيا يا مال سيد؟ انت رحت فين يا سيد؟ يا سيد انا حبيبك، فاكر لما سلمتك 20 جنيه يا سيد؟ الحمد لله، احنا كنا فين؟ والله غيري ما يقوم منها ابدا يا سعاده البيه. الحمد لله. ايه الحكايه يا حسني؟ امال كنت عامل لي فتاوى وشارس وتقول انا قتله وقتله، ايه الحكايه؟ انا فتاوى صحيحه يا سعاده البيه، بس فتاوى في الزمالك. فين يا اخويا؟ في
الزمالك يا بيه. شباب الزمالك عيال متربيه حلوين اتيكيت، انما سيد ده ما اترباش خالص يا بيه، ده ما جابتوش ولا ده يا بيه. مش عيب لما تعيط يا حسني؟ من امي يا بيه. ولا يهمك، انا هاخد بطارك من بسيوني. اللي بيني وبين بسيوني كتير قوي. بس يا بال عليك ساعة البيت توصل مات سعيد يا بيه. انت باين عليك شايل منه قوي. شايل منه بس يا بيه. ده ضاع الزمالة ساعة البيت. ده انا كنت اتجوز بعد بكره. اتجوز ازاي كده؟ ايه دي؟ في ايه؟ فين بسيوني طه؟ ايه دي؟ انا مش عارف دي. بس ما اقول لك انا جيت قابلته هنا في الشقه دي، يا تقول لي هو باني خلص عليك يا جدع. اي دونت نو يعني اتكلم اتكلم. فين في الشقه بتاع جليم؟ فين في جليم؟ في الشقه جليم فين؟ نزل لك بعد ربع ساعة. انت عارف لو ما كانش ده عنوانه ارجع اخلص عليك. قول له بيطلع ضرب برجليك. اقعد عنك، لو اتقدمت خدوا واحدة هضربك بالنار. الراجل ده اداني عنوان اللي فيه غسيل نطاق. لو طلع جالك عنوان اللي هتديهولي دلوقتي هخلص عليكم انتوا الاتنين. اتكلم قول عنوان. هل انا اول مره بسمع اسميهم من نينا وهي بتديني العنوان، حتى نينا نفسها ما تعرفهمش. غريبه. ايه دي اللي غريبه؟ ايه اللي يخلي ناس زي دول يعرضوا نفسهم للمسؤوليه ويقوا عندهم واحد هربان من غير ما يكون في بينه وبينهم اي علاقه، اصحابه قرايبه اي حاجه؟ ما اعرفش. على اي حال لما اروح له النهارده هعرف كل حاجه على الموضوع ده. ايه هو انا مش رايحه معاك؟ انا شخصيا رايي لا. انت شفتي المكان فين؟ مش معقولة طبعا تروحي مكان زي ده، ممكن قوي البوليس يكون بيراقبنا. لا طبعا يا حسين، انا لازم اروح، مش ممكن ابقى عارفه عنوان كمال وما اروحلوش في الظروف دي. زي ما تحبي. كان خلاص وقع في ايدي ورايح اسلمه للبوليس، فجأة حصل اللي حصل. ده الدليل الوحيد اللي كان ممكن يثبت براءتي. استغفر الله العظيم، هي مالها عماله تتقفل كده؟
شوف مين على الباب وانت خش الدار جوه. مين؟ ايوه الدنيا ما طردش. لو سمحت ده بيت الرئيس سليمان. ايوه حضرتك تبقى مين؟ انا حسين صديق كمال. اهلا وسهلا اتفضلوا. هو كمال هنا مش كده؟ ايوه موجود يا فندم اتفضلوا. اهلا وسهلا اتفضلوا. يا اهلا اهلا. امال فين كمال؟ مال كمال؟ النبي كمال وحشتيني قوي. معقول يا كمال تقعد المده دي كلها لا تتصل بيا ولا تحاول تقولي انت فين ولا اعرف عنك اي حاجه؟ غصب عني والله يا مهد ظروف منيله بنيله وطبلت على دماغي. الله ايه يا جماعه انتوا هتفضلوا تحبوا في بعض وسايبيننا واقفين كده ولا ايه؟ يا مؤاخذة انا اسف انا والله من كتر فرحتي انا مش مصدق ان انا شايفك قدامي. ولا يهمك يا ابو كمال شده وتزول. انا نسيت اعرفكم ببعض ده الاستاذ حسين اللي انا كلمتكم عنه. اهلا يا عم حسين. اهلا وسهلا. الرئيس سليمان والمعلم مجاوري. اهلا يا استاذ حسين. ودي خطيبتي ناهد. اهلا يا ست ناهد. اهلا بيك. اهلا يا ست ناهد. اهلا يا معلم. والله يا طرب الامام نورت. الطرب منوره باصحابها. حلوه دي. احنا هنفضل واقفين كده ما تتفضلوا نرتاح جوه شويه. اتفضلوا. الشعب غاوي. علي هوا. اتفضل يا استاذ. هوا. اتفضل يا استاذ حسين. معلش من غير مؤاخذه المكان مش قد المقام. اتفضل. اتفضل يا غاوي. تعالى اقعد يا حسين. امي عامله ايه يا نهد؟ الحمد لله اطمن. انا بزورها يوميا عند الحاجه فاطمه. ما هي قعدت هناك زي ما انت قلت لها. كويس الحمد لله. بقول لك ايه؟ الناس اللي انت عايش معاهم هنا دول ايه؟ تعرفهم منين؟ ما هو مجاور ده هو اللي هربني ساعه ما كنا مترحلين للنيابه. ورئيس سليمان صاحب المكان وبيشغلوا معاه. بيشغلوا معاه في ايه؟ في تهريب المخدرات. مخدرات؟ اكتم اكتم. اهلا. مخدرات مره واحده. وصلت يا ابو كمال. اهلا يا اخويا. اهلا. اصب لك شاي تاني يا ريس. صب. ما هو كله حرق دم. انت عارف بقى ان لولا سليمان ومغاوري دول انا ما كنتش عارف هعمل ايه مع كل اللي حصل لي ده. وقفوا معايا وساعدوني بشكل لا يمكن تتخيله. ليه؟ ليه؟ ما سالتش نفسك رغم انك انت ما فيش بينك وبينهم اي علاقه ليه بيعملوا معاك الحاجات دي؟ جدعان ناس ولاد بلد لما عرفوا ان انا مظلوم وقفوا معايا وساعدوني بمنتهى الشهامه. تفتكر ان هو ده السبب؟ ما هيكون ايه يا حسين؟ مش عارف بس شكلهم ما يريحش. مش بعيد ابدا يستغلوا الظروف اللي انت فيها دي عشان يورطوك معاهم في المخدرات. افهمني طبيعي بعد كل اللي عملوه معاك لو طلبوا منك اي حاجه انت مش هترفض طلبهم. ايوه بس ما حصلش ان هم طلبوا مني اي حاجه من اللي بتقول عليها دي. ما هو كمان عنده حق. ايه اللي يخليهم يعملوا معاك ده كله؟ اكيد ليهم مصلحه. طب ايه مصلحتهم؟ مش يمكن هم كمان عايزين المستندات ومتصورين انها معاك؟ مستندات ايه يا حسين؟ ايه علاقتهم هم بحاجه زي دي؟ مش بعيد ابدا ان هم يكونوا بيشتغلوا لحساب ناس ثانيه يهمهم ان هم يكشفوا بسيوني واللي معاه وعشان كده بيساعدوك على قد ما يقدروا لانهم متصورين انك انت ممكن تقدم لهم دي. يا حسين انت مخك راح لبعيد خالص. الناس دول مالهمش دعوه بالمسائل دي خالص. لهم ولا مالهمش المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ ما هو لو كان الظرف والمستندات ما ضاعوش منك كانوا هيساعدونا جدا في اثبات براءتك. طبعا كنا هنقدمهم لوكيل النيابه ساعتها كان هيعرف ان كل كلمه قلتها في التحقيق كان صح. ولو عرف الظرف ده فيه ايه بس يخليهم يعملوا ده كله علشانه؟ هيكون في ايه يعني؟ اوراق ومستندات توديهم كلهم السجن. طبعا. انا اقدر اجيب لكم المستندات اللي كانت في الظرف. بتقول ايه؟ احنا دايما متعودين ان المستندات المهمه بنصور منها نسختين وانا بحتفظ بنسخه عندي. يعني ممكن قوي لو راجعنا المستندات دي نطلع الاوراق الخاصه بباسيوني طه ونقدر نعرف ايه اللي فيها بالظبط. برافو عليك يا نهب. انا بكره الصبح اعدي عليها نروح البنك نجيب الاوراق ديت نقدمها للمحامي هو يقدمها للنيابه. بس ده بكره الجمعه والبنك قافل. خلاص يوم السبت هعدي عليك الساعه 9:30 الصبح ونطلع البنك على طول. الشاي يا اساتذه. متشكرين. تشكر يا معلم. يبقى قول يا ريس سليمان. مش
هتقتله هو راخر يا حسين؟ معقول هتقتل صاحبك وصديق عمرك؟ طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فين صحيناك من احلى نومه بس كنا مضطرين. اتفضل انت عادي. حاضر. اقعد. ما تقعد كمان. اقعد. اصل احنا جات لنا مكالمه من مجهول بيبلغنا فيها عن مكانك وقال انك انت قاعد في طرب الامام مع اتنين من تجار المخدرات اسمهم مغاوري وسليمان. طبعا اللي بلغنا بكده واحد من شركاء بسكوني طه. كان لازم نمشي ورا البلاغ ده لحد ما قبضنا عليك فعلا علشان ما يقدروش يشكوا ان البوليس كان بيداري عليك. طب ممكن افهم ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ كل ده ولسه ما فهمتش؟ طب ليه ما افرجتوش عني من الاول ما دام عارفين ان انا بريء؟ اشرب بس كده وروق. احنا صحيح كنا متاكدين من براءتك لكن ما كناش عارفين مين هم المجرمين الحقيقيين او بمعنى اصح ما كناش عارفينهم كلهم وكنا واثقين انهم هيفضلوا ماشيين وراك لغايه ما ياخدوا منك المستندات فاحنا استغلنا الحكايه دي علشان نعرفهم عن طريقك واحد واحد وفي الوقت اللي انت كنت عايز توصل لهم فيه علشان تثبت براءتك هم كمان كانوا عايزين يوصلوا لك والطريقه الوحيده اللي كان ممكن ننفذ بيها الخطه دي ان احنا نهربك وانت بتترحل من النيابه وركبنا معاك في العربية الصول عبد المقصود مغاوري وهو اللي تولى عملية تهريبك بصورة ما تخليش اي حد ممكن يشك في اننا ورا هروبك حتى انت. طب ما دام الحكاية كانت مجرد تمثيلية ليه ما فهمتونيش من الاول؟ على الاقل كنت ابقى مستريح بدل ما انا عايش وانا حاسس ان حبل المشنقة حوالين رقبتي. ما هو لو عرفت من الاول انك بريء وان دي مجرد تمثيلية ما كانش ممكن هتتصرف باحساس اللي عايز يثبت براءته فعلا وده كان ممكن يبوظ كل خطتنا وخصوصا ان الناس اللي احنا بنواجههم هم السهل. المهم عرفت الناس دول مين ولا لسه؟ عرفناهم بس مش كلهم ولما سمعنا ان الانسة ناهد عندها صور من المستندات لحقنا نصورهم قبل ما تديهم لحسين وعن طريق المستندات دي قدرنا نعرف تفاصيل الجرائم المالية الكبيرة اللي كانت بتحصل ومعظم اللي متورطين فيها لكن المشكلة دلوقتي ان احنا نوصل للناس التانيين لانهم اهم في المرحلة دي لانهم بيخططوا وبيرسموا كل حاجة وعملية قتل بسيوني بتأكد ان هم وقعوا مع بعض ولازم نستغل الفرصة دي علشان نقدر نحط ايدينا على الباقيين. طب ليه ما قبضتوش على اللي انتوا عرفتوهم وبعدين تعرفوا منهم مين اللي وراهم؟ المسألة مش بالبساطة اللي انت متصورها دي لان احنا لو قبضنا عليهم الباقيين هياخدوا خبر وفي لحظة نلاقيهم هربوا بره البلد وما نقدرش نوصل لهم بعد كده ابدا وطبعا مش هنقدر نرجع الملايين اللي نهبوها من البنوك. امال انتوا بتعملوا ايه؟ هنمشي بنفس الطريقه بتاعتنا، طريقه كمال والرئيس سليمان ومغاوري. ازاي يعني؟ شوف ابو كمال، في راجل اسمه جمال حسين متورط في جريمه من الجرائم الماليه اياها، وكان على علاقه كبيره قوي ببسيوني. الراجل ده تروح له وتهدده انك هتقتله
او تكشف امره للنيابه بالمستندات اللي معاك لو ما قالكش على الناس اللي هو بيشتغل معاهم. يا عادل الظابط، انا لما اشتركت معاكم في التمثيليه اللي فاتت كان غصب عني لاني ما كنتش اعرف حاجه، لكن دلوقتي انا ما اعتقدش ان انا هقدر اكمل معاكم باي حال من الاحوال. كلام ايه اللي انت بتقوله؟ لا كلامي مظبوط يا سليمان. انا طول عمري ماشي جنب الحيط، لا ليا دعوه بحاجه ولا بحشر نفسي في اللي ماليش فيه. كفايه اتبهدلت واتمرمطت وشفت اللي عمري ما شفته. كمال، انا عارف طبعا انك مريت بظروف محدش كان يقدر يستحملها ابدا، بس في الوقت نفسه قدرت انك تقدم لنا خدمه مستحيل كان بني ادم تاني يقدمها لنا غيرك. انت كمال فعلا ساعدتنا في ان احنا نحط ايدينا على مجموعه من اخطر المجرمين اللي بيهدوا في اقتصاد البلد، بيتلاعبوا على القوانين بمليون طريقه وطريقه علشان يكسبوا من وراها الملايين من ناحيه، ومن ناحيه تانيه يهدوا في اقتصاد البلد. كمال، افتكر ان ده سبب كافي يخليك تكمل معانا مهما كانت التضحيات. هروح له امتى اللي اسمه جمال ده؟ تعجبني. مساء الخير يا جمال بيه. انت مين؟ انا كمال بتاع الظرف، اظن عارفني. طيب وانت عاوز مني ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه. ابوس ايديك، انا ماليش ذنب في اللي حصل، ما تقتلنيش. اطلع وانت ساكت، اطلع. ايوه بس انا ما عملتش حاجه عشان تنتقموا مني، واذا كان كاظم بيه متصور ان انا كنت مع بسيوني في اللي عمله فانا ماليش اي ذنب في اللي حصل. كاظم بيه مين؟ انا فاهم كل حاجه وعارف مدى علاقتك بيه، وهو بنفسه اللي قال لنا انه كان زميلك وصاحبك من زمان. انت تقصد كاظم مين؟ حسين شوكت كاظم؟ ايوه. وايه علاقة حسين بيك انت وبسيوني؟ انا عارفه انه طول عمره ما بيستريحش البسيوني، وهو عنده حق في كده طبعا، بس انا علاقتي بيه هو عارفها كويس، وعارف ان انا من احسن الناس اللي اتعاملوا معاه. حسين بيشتغل معاكو؟ ايوه. وانا طب اطلع اطلع على سيدي جابر بسرعه. اطمن خالص يا باشا، كل صور الاوراق والمستندات موجودين معايا. معقول يا باشا؟ لا لا لا، سعادتك تبعت لي اي حد المطار ياخدهم مني. ايوه بس انا مش هقدر انتظر، الطياره بعد ساعه ونص. مش عيب يا باشا، هو احنا بنلعب؟ حاضر يا سعاده الباشا، مع الف سلامه. خير يا كمال، في حاجه؟ مالك يا كمال، في ايه؟ صور المستندات منها؟ طبعا خدتها، وانا وديتها للمحامي عشان خاطر يرفقها بالمستندات بتاعت القضيه. وديتها للمحامي ولا للحراميه بتوعك يا كاظم بيه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ كان ممكن اصدق اي حاجه الا انك تكون بالوضاعه والحقاره دي. بقى انت صاحبي اخويا، تبقى ورا كل المصايب اللي حصلت لي دي انت. كمال، واضح ان في سوء تفاهم خلاك تفهم كل المواضيع غلط. انا فعلا في شغل بيني وبين الناس دول يا كمال، لكن صدقني انا ماليش اي علاقه بكل المشاكل اللي حصلت لك. بالعكس، انا لما عرفت انك انت اللي متورط في المسائل ديت وبدون قصد، انا منعتهم بالقوه ان هم يتعرضوا لك او ياذوك. يعني انت عارف ان انا ماليش ذنب؟ طبعا يا كمال، زي ما انا كمان ماليش ذنب في كل اللي حصل لك. صدقني يا كمال، الظروف هي اللي حطتنا قصاد بعض في الموقف البشع اللي احنا فيه دوت. كمان زي ما انت مع عمرك ما تخيلت في يوم من الايام انك انت يحصل لك اللي حصل لك دوت، انا كمان عمري ما تخيلت ان انا ممكن اقف قصادك الموقف دوت. كمان رد عليا، انت بتبص لي كده ليه؟ الظروف هي السبب فعلا. وبعدين انا شخصيا لا يمكن هتخلى عنك، مش ممكن هسيبك في الورطه اللي انت فيها دي ابدا. يا كمان هتعمل ايه؟ هسفرك بره البلد وفي اقرب وقت. تهربني مش كده؟ هو مفيش حل تاني، هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا. لا انا عندي حل تاني. ايه هو؟ تيجي معايا على البوليس وتقول لهم على كل حاجه وتبرأني. يعني ابرأك وادخل نفسي السجن؟ بقى ده كلام. ما افتكرش ان انت واللي معاك تستاهلوا غير كده. يا كمال انت مش فاهم حاجه ابدا. اذا كنت متخيل اللي انت هتعمله دوت هيبرأك تبقى غلطان. بالعكس، ده هيورطك مع ناس تانية كبير قوي، ناس قد بسيوني وشوقي وجمال مليون مره. افهمني يا كمال، الناس دي تقدر تعمل اي حاجه وكل حاجه، مستحيل تقف قصادهم مهما كنت. كمال
كمان اذا كنت قدرت احميك من بسيوني واللي معاه وامنحهم بالقوه ان هم ياذوك، فانا مع الناس دول مش هقدر اعمل اي حاجه. انا مش هقدر حتى اقول لهم ان في اي صله بيني وبينك، افهمني. دي دايره كبيره قوي يا كمال، كبيره وخطيره. صدقني يا كمال، مفيش قدامك دلوقتي فرصه غير السفر. وانت كمان صدقني، مفيش فرصه قدامك غير انك تيجي معايا للبوليس وتقول لهم على كل حاجه وعلى اسامي الناس الكبار بتوعك. ناس كبار ايه؟ انت اتجننت؟ اتفضل قدامي. بقول لك يا كمال، ما تخلينيش اتصرف معاك بطريقه مش مظبوط. انا مش هسيبك غير قدام البوليس. بوليس ايه؟ انت بني ادم مجنون. مش مني يا كمال، دلوقتي انت في لحظة من اللحظات حاولت اخونك واذيك. مش وقت الكلام دلوقتي يا حسين. كمال، حسين، كمال، حسين، حسين. Ha 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 ha!